ملوك الثاني 11. فلما شافت عثلية يا أم أخزية إن ابنها مات، قامت ففنت كل الخلفة الملكية، فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخزية يقاش ابن أخزية وسرقته من وسط ولاد الملك اللي اتقتلوا هو واللي بترضعه من سرير أوضة النوم، وخبوه من وش عثلية فما اتقتلش، وكان معاها بيت الرب مستخبي 6 سنين. وعثلية ملكة على الأرض، وفي السنة 7 بعت يهويداع فأخذ الرؤسة بتوع الميات بتوع الجلادين والسعاه ودخلهم لي لبيت الرب، وقطع معاهم عهد وحلفهم في بيت الرب ووراهم ابن الملك وأمرهم ده اللي تعملوه: التلت منكو اللي يدخلوا في السبت يحرسوا حراس بيت الملك، والتلت يبقى على باب سور، والتلت على الباب ورا السعاه فتحرسوا حراسة البيت عشان الصد، والفرقتين منكو كل اللي خارجين في السبت يحرسوا حراسة بيت الرب حوالين الملك، وتحوطوا بالملك حواليه كل واحد سلاحه في ايده، واللي يدخل الصفوف يتقتل، وخليكم مع الملك في خروجه ودخوله. فعمل رؤسة الميات حسب كل اللي امر بيه يهويداع الكاهن، واخدوا كل واحد رجالته سواء اللي داخلين في السبت او اللي خارجين في السبت، وجمل يهويداع الكاهن. فادى الكاهن للرؤسة بتوع الميات الحراب والتروس بتاعت الملك داود اللي ببيت الرب، ووقف السعاء كل واحد سلاحه في ايده من جنب البيت اليمين لحد جنب البيت الشمال حوالين المذبح والبيت حوالين الملك دايرين ما يدور، وخرج ابن الملك وحط عليه التاج واداله نسخة من شهادة العهد، فملكوه ومسحوه وسقفوا وقالوا يعيش الملك. ولما سمعت عثلية صوت السعاة والشعب دخلت للشعب لبيت الرب وشافت وفين والملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء واللي بينفخوا الأبواق جنب الملك، وكل شعب الأرض فرحانين وبيضربوا بالأبواق، فشقت عثلية هدومها وصرخت خيانة خيانة. فأمر يهويداع الكاهن الرؤساء بتوع الميات القادة بتوع الجيش خرجوها لبرة الصفوف، واللي يمشي وراها قتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال ما تتقتلش ببيت الرب. فرموا عليها الإيدين ومشيت في طريق مدخل الخيل لبيت الملك واتقتلت هناك. وقطع يهويداع عهد بين الرب وبين الملك والشعب عشان يبقوا شعب للرب وبين الملك والشعب، ودخل كل شعب الأرض لبيت البعل وهدموا المذابح بتاعته وكسروا تماثيله خالص، وقتلوا متين كاهن البعل قدام المذابح، وخلى الكاهن ناس تراقب على بيت الرب، واخد الرؤساء بتوع الميات والجلادين والسعاء وكل شعب الارض، فنزلوا الملك من بيت الرب وجم في طريق باب السعاء لحد بيت الملك، فقعد على كرسي الملوك وفرح كل شعب الارض واستريحت المدينة. وقتلوا عثلية بالسيف عند بيت الملك، وكان يهوآش ابن 7 سنين لما ملك.